Good morning, everyone. أهلا وسهلا فيكم باللايف معنا اليوم. أول شيء بدي أتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا. نتمنى الشفاء العاجل بأقل وجع ممكن للجرحى وألف الحمد لله على السلامة للكل. اليوم معنا دكتور إليان حداد أبي راشد، معالجة نفسية ورئيسة قسم العلاج النفسي ببلفيو ميديكال سنتر. ورح نحكي عن الاضطراب ما بعد الصدمة أو PTSD. أول شيء دكتور، thank you لأنه قبلت تكوني معنا اليوم، والحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتكم كلكم وكل العالم اللي اجوا. دكتور، أول شيء فينا نعرف شو هو التروما وشو هو الاضطراب ما بعد الصدمة يلي أو PTSD وشو هن عوارضه؟ أكيد أهمية اليوم لقائنا هو لحتى نجرب قد ما فينا نساعد هالعالم اللي تعرضوا اللي تعرضوا له من وراء هالانفجار اللي بيوجع كتير، ويلي ما بفتكر ما في حدا ما توجع نفسيا. كمان من واسي كل أهالي الضحايا يلي اليوم عم بيعيشوا وجع فقدانهم كمان لأشخاص قراب منهم بطريقة كتير بشعة وكتير بتوجع. تنكون واضحين التروما يلي صارت، يعني هالانفجار اللي بيولده بالحياة النفسية عند الإنسان منسميها الصدمة، صدمة الهلعية يلي بتحصل للإنسان بالوقت اللي بيكون أقل وقت هو مفكر إنه معقول يحصل شيء عاطل، سو ما بيكون محضر لحتى يدافع عن حاله. من هيك بنقول بتدق بكيان الإنسان، مش بس بتوجعه نفسياً، بتدق بكيانه، بتدق بتفكيره، بطريقة تفكيره، بطريقة شعوره، بطريقة كيف بده يرسم الخطة لما بعد هالصدمة. مشان هيك هالتروما يلي بيعيشه كل إنسان كمان بيفرق من إنسان للتاني، مثل ما منشوف ردات الفعل هي بتفرق. الأشخاص يلي كانوا عم بيعيشوا أوريدي هالستريس المزمن يلي أغلبية اللبنانية إحنا كنا عم نعيشه لأنه كان الوضع ولا مرتاح لا اجتماعياً لا اقتصادياً لا على المستوى السيكوريتي، يعني الأمان الشخصي والأمان على كل دايمنشنز. مشان هيك اجت هالفاجعة كمان لتزيد على الناس وجعهم، وهيدا أكيد بأخر من طريقة التعامل مع الستريس والكوبينج اللي بنعتبر أنه كل إنسان مؤهل بعدين أنه يطلع من هالتعب النفسي. هلأ الستريس عادة منشوف في عنا الستريس تبع كل الأيام، ستريس الشغل، ستريس عجقة السير، هم الحياة والمستقبل. هيدا الستريس يلي منعيشه أوقات بطريقة سلبية وأوقات بطريقة إيجابية، يعني حتى نترقى تنقول بشغلنا منمرق بستريس كبير تنقول أنه وصلنا لهال الوضع البوزيتيف، كمان مش كله سلبي. وإذ بيكون عنا أنواع الضغوطات النفسية أو الستريس يلي هي مزمنة يلي من الأول ما عبرنا عنها، مشان هيك نحن اليوم مندعي على التعبير أهم شيء، وهيدي طريقة التعبير بعلم النفس هي أصل الثيرابي. يعني وقت نقول هالناس اللي بيروحوا يعملوا ثيرابي، طب شو بيعملوا مع الثيرابوت؟ انه بيحكوا، انه الحكي لوين رح يوصل؟ اول شيء الحكي هو لنقدر نفهم حالنا ولنقدر نشوف كيف عشنا هيدا هالاحداث اللي الاشخاص بيعيشوها. مشان هيك بوقت هيدا التروما نحن حتى خصصنا هون بالمستشفى مثل ما بتعرفوا، يعني مثل كل المستشفيات اللي تلقوا الجرحى من وراء الانفجار أكيد أخذوا كل العلاج الطبي واللي صار بده عمليات. بالأيام اللي من بعدها، من بعد يومين برمنا على كل المرضى، كان همنا نسمع
كل واحد كيف عايش الحدث وكيف عايش الصدمة، لأنه الصدمات هي الصدمة هي وحدة بنعرفها نحن أنه هي انفجار، انفجار مفجع، بس كل إنسان عاش بطريقة، كل إنسان طلع emotions مختلفين، يعني عبر بطريقة مختلفة. عندنا الأشخاص يلي اعتبروا أنه حسوا بشعور بالذنب، أنه نحن ليه ما صار لنا شيء غير نصر له. في الأشخاص اللي بالعكس التجوا للصلوات وللشكر الرب أنه كتر خير الله ما صار لنا شيء. أو لنشوف هون أنه كل إنسان حسب هو المعاش تبعه بيعيش التروما وبيعيش الأحداث المأزية. من هون الكيان عند الإنسان هو يلي بخليه يفوت بهالبروسس يلي منقول إنه ما بعد الصدمة كيف الأشخاص بدهم يرتاحوا بدهم يظهروا من يلي فيه. كتير منيح دكتور. يعني هون قديش مهمة يعني يكون في مرافقة نفسية للمريض ان باراليل او بموازية العلاج الطبي كمان للمريض، قصدك للمجروح او للي اللي كان موجود بالحادثه وفات على المستشفيات؟ اكيد، لانه السيناريوهات متعدده، وحتى الناس اللي ما كانوا بوقتها يلي ما شهدوا دايركتلي الحدث، هون بنروح على خيال كل انسان كمان يلي بيرتد لهو كيف بيشوف الاشياء وكيف بيدرك الاشياء. سو عنا كيف الادراك صار وكيف المشاعر حسوا فيها، هن اللي بيخلوا بيفرقوا بين شخص والتاني يقدر يحكي عن المعاش تبعه وعن كيف عاش هالصدمة. دكتور، يعني هل العالم يلي ما كانوا موجودين بالحادث وحتى كانوا بعد بيختبروا كمان PTSD؟ أكيد، لأنه هيدا وقع، يعني حدث وجع الناس مش بس جسدياً، مش بس بجروحاتهم، يعني هول الأشخاص كمان تعدى على كيانهم، تعدوا على السيكوريتي تبعهم. يعني الشخص أصولاً من هو ولد بيربى أنه هو بكنف أهله حاسس بالأمان، تيصير بعدين أدولت هون بيصير الأمان هو بده يجيب الأمان لحاله، وبيجي الأمان بالمجتمع، كيف الإنسان بيأمن حاله اجتماعياً، بيأمن حاله بشغله، بيأمن حاله بعلاقاته مع العالم. هذا الشخص اللي ما اختبر واقع الحدث كمان الصدمة دقت بكل هالمشاعر تبعه، بكل هالخوف من الانسيكوريتي والانسرتيتود، انه ايه وشو بعدين، انه كمان الادراك تبعه تعطل، الاحاسيس تبعه كانت كانفعالات سلبية. دكتور، هلا نحن نعرف كمان هيدا الواقع كمان كتير قاسي على الكبار، بس شو عن الاطفال او الاولاد الصغار؟ هل بيتفاعلوا بنفس الطريقه؟ هل هن بيعبروا لحالهم او لازم نعبر؟ وهل في قصص ممكن يكونوا عم بيعملوها هيدا بيعبر عن حزن من جوا او عن خوف ونحن ما بنكون منتبهين لهم؟ يعني هيدي انشغالات اغلبيه العالم يلي حتى ما كانت بقلب الحدث، بس انه أولادنا يلي عم يسمعوه يلي حسوه أو الأولاد يلي شافوا، يعني هيدا التروما يلي فيزيوالما أكيد رح الولد يضلوا حافظه، حتى الكبير بيضل حافظ شو شاف. بالنسبة للأولاد، الأولاد لازم يعبروا مثلهم مثل الكبير، يعني غلط أنه تنتحاشى أنه الولد ما يفوت بهالمتاهات او ما يحكي عن اشياء بشعه ما نخليه يعبر. اكيد بنتحاشى انه يفوت يحضر كثير تي في او يشوف مشاهد بشعه، اكيد هيدا مهمه، بس انه يحكي اصولا هي حاجه من الحاجات العاطفيه عند الولد، هو انه يحكي انه يحس حدا سمع له، وعاده الاهل هن اللي بيقوموا بهذا
الموضوع والولد بيتبع أحاسيس الأهل، يعني قد ايه بيشوف انه أهله متوترين بدون لو عبر أو ما عبر هو عم بيتوتر، هون بيصير يفرجيهم أو منلاقي الولد صار بطل عم بيسمع الكلمة أو عم بيكون أجريسيف أو تغيرت الروتين تبعه، لأنه أمانه كمان من أمان أهله، وبما أنه أهله أكيد ما فيهم يخبوا هيك فاجعه، يعني مش مفروض يخبوها هالقد، يعني الولد بخرطة كمان هو محلل أنه يعيش الواقع، في واقع اليوم ما فينا نحط برديه ونقوله للولد كأنه ما صار شيء. أكيد كل عمر بده كلمات متناسبة معه، ما فينا نقول كلمات كبيرة لولد صغير، ومش غلط أوقات الأهل بمحلات تعرف أوقات كتير أهل بيقول مننزرك ما بنعرف شو بدنا نقول للولد، مش غلط نقول الأشياء اللي عن جد ما بنعرف ما إلها تفسير نفرجي للولد، نحن كمان في أشياء ما بنعرفها. So, الولد من بعد هالوضع قديم بنقدر نرجع على الروتين تبعه، قديم نكون عم نساهم انه عم بيرجع يتأقلم وعم بيرجع يخف شوي الوضع الستريسفول عليه. بدنا اهم شيء نحكي الولاد بكلمات عقدهم بس مش بعيدة عن الواقع، مش كتير خيالية، يعني ما بدنا نخبر قصص، بده الولد يعرف انه في شيء صار بشع بس نحن عم نحكي عنه عم نفسر لك، وبده يحس انه في الامان موجود من قبل هالاهل، وهذا الامان بحسه وقت يحس انه في دينة عم تسمع له وفي قدرة للتعبير. دكتور يعني مزبوط مثل ما كنت عم تقولي انه لازم نخبره للولد شو صار، يعني اكيد مثل ما قلت من دون ما نستعمل كلمات ملطفه كبيره بس انه ما لازم نخفي عنه او كتير نخفف له اللي صار، انه لازم نكون بطريقه يقدر واحد اكيد او نبين انه نحن ككبار او كاهل انه هالشغله ما دقرتنا بس كرمال لما نخوفه، بالعكس لانه الولد رح يحس بمشاعرنا ورح يحس انه نحن مدقورين ورح يحس انه ما بينفع نكذب بالمشاعر، بالعكس يعني فينا نقله للولد نعيش معه الحزن انه اكيد نحن زعلنا انه صار هيك، اكيد انه زعلنا انه صار شيء مش حلو، بس انا حدك وترجع الروتين تبع الولد تستعيد وضعه، يعني كل يوم يرجع الولد يعيش هيدا الروتين تبعه بيريح. واجينا سؤال انه ابتداء من اي عمر لازم نبلش نفسر للولد شو صار؟ الولد بده يسأل، اذا سأل هلا تحت السنتين الولد لا رح يعرف يسأل ولا بده يحس بشيء اكيد، وعم نفكر انه الولد السنتين او السنة او الولد الرضيع ما بيحس، اصولا كل الدراسات انعملت على العلاقة بأول سنة عند الولد، بأول سنة علاقته مع أمه، يعني قديش مشاعره هو وأمه بتكون متبادلة. سو أكيد الولد تحت السنتين رح يحس بس ما بيعرف يعبر عنه، من هون منشوف أوقات تعبير منستغربه عند الولد، يا بيصير أجريسيف يا بيصير عم بيروح ويركض وما نعرف شو بده أو متطلب زيادة أو بصير إنه الولد عم بينق أو عنده طلبات نستغربها ما كانت، هيدا أكيد عبارة عن اللي حاسس فيه واللي ما بيعرف يعبره بكلام. هلا من بعد 3 سنين 4 سنين الولد بيسأل، الولد بيشوف أهله مضطربين إلا ما يزمط مشهد على التيفي إلا ما يسمع حدا عم يحكي، هيدي عم نقول غير الولاد اللي تعرضوا دايركتلي للصدمة، هون غير موضوع. سو هول الولاد وقتا يسألوا بدنا نفسر لهم بالكلمات اللي متناسبة لعمرهم، وبدنا نسمع لهم، يعني نجرب نقول لهم إذا خايفين قولوا لنا من شو خايفين، إذا زعلانين من شو زعلانين، أو منقول له للولد ارسم لنا مثلا بيرسم إذا صار يعرف يرسم 4-5 سنين
بيقدر يستعمل حتى الألوان يلي بتعبر عن الغضب، عن الخوف، عن الراحة النفسية. depends. هاي طريقة التعبير كمان عند الولد. كمان اجينا سؤال انه هل هو اوكي او طبيعي انه الولد يقدر يشوف قصص على التي في مثل الثورة او غضب العالم وكمان مشاهد عن الانفجار، هل لازم الولد يشوفهم؟ لازم لا مش لازم يعني نحط الولد انه قعد احضر. هلا ما فينا نحصر كل شيء، يمكن قبل انه لانه مشكله قصه الثوره صار لها ايام وشهور، يعني يمكن هون الاهل ما كانوا، كان الولد مع الاشخاص اللي بيهتموا فيهم بالبيت او كان عند رفيقه او كان شاف. هلا ما فينا نقول له عود شوف اكيد، وما فينا 100% نصور انه هالولد ما رح يشوف. مهم كل شيء شافه الولد او كل شيء وصل له معلومه او كل شيء اشعه يكون عنده محل اشاباتوار يقدر يسال عنه وبطريقه تحسسه بالامان، يعني لانه هي اوريدي هيدي حاجه بده اياها الولد من اهله انه يحسسه بالامان كيف بعد بهيك ظروف. دكتور هلا حكينا كمان عن الاطفال والناس اللي عندهم احتياجات خاصه، كيف لازم نتعامل معهم؟ او اضطرابات او انديكاب يعني معين مونتال. كمان هول الاشخاص في منهم منهم قادرين يعبروا بالكلام، منشوف انه صار في اجيتاسيون عند هالاشخاص، صار في حركه كتير معبره بس الشخص منه عم بيقدر يفهم شو عم بيصير مزبوط، لانه طريقه يعني الادراك عند هالاشخاص هي مختلفه. حتى اذا فسرنا لهم التفسير بده يكون من الاشخاص يلي معيشينهم، يلي بيعرفوا كيف بيشوفوا الامور وكيف بيتخيلون وكيف يعني مثلا يلي عنده هانديكاب مونتال مش يجي حدا ما بيعرفه وما انه عايش معه يحكي عن شيء او يروقه اذا كان اجيتي. او بدنا الانسان يلي بيتعايش معه عاده يجرب يفسر له مثلا انه انا شايفتك هلا تعبان او معصب او خايف من شيء، يجرب يفرجيه انه هو حده انه هو هلا قادر يستوعبه. بدهم يحسوا كونتنانس هالاشخاص لانه هن مش قادرين يعملوا هيدي الكونتنانس لحالهم. هلا دكتور للعالم يلي ما كانوا موجودين وقت الحادث، نسمع كثير ونشوف كمان على مواقع التواصل الاجتماعي كثير عالم عم بتقول انها هي حاسه بالذنب انها بعدها عايشه او حاسه بالذنب انها عم تاكل وتشرب وتنام. وحتى اذا بنسال اشخاص هلا كيفك اغلبيه الناس تقول مني منيح، هل هيدا شعور طبيعي وكيف ممكن الواحد يكفي بعدين؟ اكيد حكينا عن الاحساس بالذنب يلي اول شيء بيكون عند الشخص كتعبير عن وجعه لغيره، وهون هيدي بنحسها بالامباتي يلي في عنا الامباتي كوجنيتيف والامباتي ايموشنال، يعني وقت نحس مع الاخر وقت نفهم شو الاخر عم بفكر. وهيدي عادة بنعتمدها نحن بالثيرابي انتربيرسونال، يعني بالعلاج العلاقات الانترا والانتربيرسونال، يعني العلاقات علاقة الشخص هو مع حاله ضمناً وعلاقته مع الآخرين. هلأ قدي منحس مع الآخرين وقدي لدرجة انه نحس حالنا يا ريت نحن محلهم، هون كمان مثل ما قلت لكم انه حسب كل معاش وحسب كل شخص قدي هو عنده attachment issues ولا لا، يعني بالتعلق بكونسبت التعلق من طفولة للإنسان وقت يصير independent ويعرف
كيف يخلص علاقاته التعلقية، إن كانت أول شيء من أهله، من الأخوة، من سيستام العائلة كله، لا بعدين يصير يتعلق بالآخرين اللي هن أول شيء بالمدرسة، الرفقة، بعدين المجتمع، بعدين العلاقات. هون قديش العلاقات بتكون وطيدة، الناس في ناس بيكونوا بعلاقاتهم بتمثل العلاقات التعلقية يلي عاشوها هن وصغار وبسيستم عائلتهم. سو قدي كانت هونيك عايشينا بطريقة فيها ذنب، فيها إحساس بالذنب يلي هو بوصل للكآبة، أو الكآبة بتعمل لي إحساس بالذنب، يعني هن شغلتين معاشين مع بعضهم. هيدا كمان بيتمثل بقدام منحس مع الآخرين ومنتعاطف مع الآخرين. تنلخص بهال التعاطي مع الآخرين، في عنا الأمباتي اللي هي مينيموم إنه نحس مع الآخرين، بس هيدي الدرجات بتتعلق فينا قدي نحنا أوفر رياكتيف، قديش نعطي أكثر من حالنا، أو الأشخاص يلي قلت لكم كمان في أشخاص اعتبروا إنه كتر خير الله ما صار لي شيء، أو ما كنت هونيك، لأنه ما بيقدروا يتحملوا يكونوا مكان هول الأشخاص. هول الأشخاص يلي مثل ما قلت هدول كانوا الطريقة عكس، يعني الحمد لله نحن ما كنا هونيك، أو الحمد لله ما صار لنا شيء، هدول نفس التفسير مثل يلي راح لتاني ميلي يلي كان انه حس بالذنب انه هو ما كان هونيك. ايه نفسه بس بالمقلب الاخر. ايه. اوكي. دكتور كمان في احساسين كمان كانوا طاغين، هن الغضب والاكتئاب. كمان نفس الشيء بيجوا، هل هولي من مراحل مهم الواحد يقطع فيهم او طبيعي يقطع الواحد فيهم؟ الغضب هو اصولا بالبروسس تبع الحداد، يعني وقت نحد على حدا، وقت نفقد شخص قريب، أول شيء بيكون في هيدي حالة الغضب، إنه ليش أنا صار معي هيك، ليش فلان اللي بحبه هيدا، بيصير يخانق حاله الإنسان، وأكثر شيء بيصير يخانق الطاقات الكبيرة اللي حواليه، مثلاً الله، لأنه بيعتبر حاله إنه عنده عتاب على الله، ولو ما أنت كان لازم تحميني لمحكميتني. مثل الولد وقت يتعرض لشيء، أول شيء ردة فعله بيجي ضد أهله، بيعتبروا الأهل يعني نحن ما عملنا له شيء، بس لأنه هو بيعتبر إنه هل الشيء اللي متكل عليه خاني. سو اليوم يلي صار الغضب اكيد لانه مثل ما قلنا اول شيء هو التروما، خيانه التروما والغدر عند الانسان، الناس كلها انغدرت، يعني مثل واحد ماشي منه مستنظر شيء واجا حدا من وراه وعمل عليه اتاك، هو ما معه شيء، منه محضر حاله لا يحمي حاله على القليل يخفف الدقة. سو اكيد الغضب هو من المشاعر الأولية عند كل إنسان. هلأ الكآبة، كآبة أصولاً بدها تلحق الغضب، والكآبة ما منوصل لآخر ستيب يلي هو الأكسبتنس أو قبول الواقع غير ما نمرق بالكآبة، يعني مش معقول نقول غضبنا أو خفنا أو عشنا هالمرارة البشعة اللي عشناها وبعدين قبلناها هيك خلص، ما فينا نقبلها قبل ما عن جد نحس بالوجع ونحس بالكآبة ونحس إنه تعطلت وظائف نفسية عنا، لنرجع نقبل، ومن وراء القبول نحنا بنرجع نقول بدنا نوقف على إجرينا. شو يعني نوقف على إجرينا؟ يعني نمرق بكل هالمراحل. أول شيء في مراحل لو بشعة بدنا نمرق فيها، يلي هي البكي، يلي هي التعبير، يلي هي ردات الفعل، لأنه الستريس أو الضغط النفسي في كمان بيتفاعل جسديا، يعني
جسديا الستريس اللي بخلينا نكون اجريسيف، دقات قلب سريعه، حتى عدم تركيز. وفي الاشخاص اللي الستريس زاد عليهم وما قدروا يتعاملوا معه هن الاشخاص اللي بيروحوا على مواد يعني مثل المشروب او مخدرات او ناخذ ادويه بس تنروق، يعني بتوصلنا لكتير محلات. دكتور انت هلا ما قلت نوقف على اجرينا، هل هيدا لما نحكي عن ريزيلينس او انه الواحد يقوم ويكفي حياته؟ هيدا الشيء المقصود. الريزيلينس هي اكثر التعامل مع الشيء يلي عم بيضلوا يصير، بس نحن بدنا نضلنا كل يوم نقدر نعمل هالكوبينج ونعمل هالادابتيشن، هي اكثر الريزيلينس. الوقفه على الاجرين من بعد التروما هي من بعد ما نقبل انه صار هيك، لانه لا محل لو كان فينا ما يصير هيك كنا قدرنا عملنا شيء. بس وقت يكون في امر واقع محتم، وهذا اللي بالحياه النفسيه اوقات ما بنقدر نحن غير ما نمرق فيها، بس منقول انه بدنا نرجع نقوم. هلا كيف بيصير بعدين؟ اكيد في مش تراكمات، ردات فعل بدها تصير بعدين، مثل فلاش باك، يعني الشخص بده يضله يطول تينسى يلي شافه حتى على التيفي او حتى براسه كيف تخيل وقت الانفجار، حتى من حكي العالم لو ما شاف شيء على التلفزيون كيف تخيل هو الموضوع، بده يضل يجي صور على راسه للإنسان. بدها بالأحلام كمان، لأنه التركيبة النفسية هي نعرف أنه في عنا الوعي واللاوعي. بالوعي أوكي شفنا هيدي الحقيقة، بس باللاوعي وين الأحلام بتخليني عبر كمان، هي المخرج للأشياء الحلوة، من هون بنقول أحلام حلوة، والكوابيس اللي هي الأشياء اللي عشناها البشعة. رح يكون في أكيد ردات فعل كتير عند العالم، الوقت منه محدد، يعني فيها تبلش من بعد جمعة جمعتين تضل لشهر شهرين، العالم عايشة تحت تأثير هالصدمة. بتقولي لي كيف، هل لازم نلجأ لأشياء تيرابوتيك؟ يعني هون يعني مثل ما قلنا انه كل حدا يمكن بين، مش ضروري مع معالج نفسي او اشخاص مع بعضها، هي وقتها تحكي بعضها، وقتها تتعايش مع بعضها بظروف صعبة، من هون وقت الانسان يفقد حدا بيلتموا حواليه العالم وبيعيشوا معه، تعايش كمان الناس مع بعضها كيف يعبروا، هيدا كمان بتساعد كتير قبل ما نوصل للأشخاص يلي خلص صار عندهم عوارض ما بتخليهم يعيشوا مزبوط. يعني هون أكيد في العلاج النفسي يلي هو على مدى طويل، بس على مدى قصير تيرتاحوا هالعالم اكيد في العلاج الطبي بشوفوا بسيكياتر. يعني اكيد يعني هون صرنا يعني لاحظت من اول الحديث عم تقولنا قد ايه الحكي مهم وقد ايه الواحد يطلع مش يخليهم جواته. دكتور طبيعي الواحد يقول انا منيح بهيك وضع، انا منيح وما تاثرت، يعني ما بفتكر ابدا طبيعي إلا الأشخاص اللي بيكونوا هون عايشين بالدني، يعني بيرفض لهذا الواقع وما بيعرفوا كيف يعبروا. بس شخص يقول أنا منيح مع كل يلي حواليه ومع يلي صار، أكيد منه يعني بالشق النفسي عم بقلي منه صحي. أكيد في رفض لواقع وفي طريقة عدم مواجهة لواقع معين.
دكتور كمان التطور في ناس نحس ركض الدغري على الأرض ساعد تشوف شو بدأ الناس من المساعدة. هل هيدي منيحة كمان لصحتهم النفسية إنه بتساعدهم يتأقلموا؟ هون برجع بقول لك كل شخص حسب هو معاشه حسب هو كيف بيتعامل بالعلاقات مع الآخرين. في ناس هي راحة لإلهم إنه يروحوا يساعدوا ويروحوا يتفقدوا الموقع تاني نهار أو يعيشوا الحدث بمكانه، وفي ناس بيهربوا إنه لا ما بدي أشوف، لا ماني قادر أفكر أو ماني هيدي. كل شخص يعني الشق النفسي عند الناس بتختلف بالمعاش تبع كل إنسان. من هيك في أوقات منحط ديجنوستيك لناس، يعني الكآبة إذا عاش إنسان، إذا 10 أشخاص عايشوا الكآبة هي الكآبة وصفة واحد، بس كل شخص بيعيش الكآبة على طريقته وكيف هو معاشه، كيف حس بالأشياء، كيف أدرك القصص منذ الطفولة لهلا. فهيدي ردة فعل عند الناس أكيد بتعبر عن هن هيك بدهم يداووا حالهم، هيك بيرتاحوا إنه يروحوا يساعدوا يكونوا بالحدث. وفي أشخاص بيلاقوا إنه قد ما منبعد قد ما أريح لنا. تتعلق بردة فعل كل شخص لوحده. Thank you, دكتور. هولي هن كانوا الأسئلة. في شيء بديك تزيدي؟ مرسي لكم. وعن جد هلا يعني يلي عشناه ما فينا قبل أبدا نقول إنه ما حدا منا تضرر نفسيا، ما حدا متضايق. حتى الأشخاص يلي بيقدروا يسيطروا على حالهم وبيقدروا يعملوا هيدا الكنترول اللي بينفقد بالصدمات الهلعية، حتى الكنترول كان صعب إنه الإنسان يوجده، لأنه الوجع وفظاعة اللي صار خلى كتير الناس تزيح عن هالكنترول اللي مفروض يعملوا. هون بدنا نتمنى على كل شخص إنه يقدر يتعايش مع هالقصة اللي صارت على طريقته. أكيد رح نطلع ورح نتخطى ورح لو كانت مرارة يعني انطبعت بتاريخ وبقصة حياة كل إنسان رح نتخطيها، ورح يجي يمكن أيام بعد أحلى وأزبط، بس الإمباكت تبعها مفروض نعطيه حقه نعيشه لنقدر نعمل هيدي الليكيداسيون، يعني لنمرقها، لأنه منا مرجلة ومنه شي حدا في يقول إنه أنا بقدر أتغاضى أو أستقوي عن هيك ظروف. هيدي الظروف اللي بتوجع، وهيدي الظروف يلي الإنسان بده يرجع لحاله ويرجع عن جد لتكوينه النفسي لا يقدر يتخطى. مرسي لكم. Thank you دكتور عن جد لهالمعلومات عن جد. وأكيد مثل ما قلنا الحمد لله السلامة للكل. نحن واثقين أكيد إنه بيروت رح ترجع توقف الله رح نرجع نكفي. مرسي.